عام 2020 ليس كأي عام. هنا تغير العالم بأسره دون سابق إنذار، كأنما الحياة توقفت. فيروس كورونا أصاب العالم بالشلل، كل شيء بلا حراك ما عدا الفيروس وتداعياته، مما وضع القطاع الطبي في مواجهة التحدي الأكبر. المشافي والمراكز الطبية تعج بالمرضى، والطلب يتزايد على الأدوية ومعدات الحماية الشخصية الطبية في كل أنحاء العالم. وأمامها كذا تحديات تتصدر سابق المشهد بقدراتها الابتكارية في خطوة هامة لمواجهة الجائحة عبر حلول سابق للبوليمرات. تمكنت شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية بالتعاون مع شركة ديماس للأقمشة غير المنسوجة من إنتاج أول كمامات تصنع في المملكة N95. كمامات N95 الذي عرفت مؤخرا خلال جائحة كورونا حمانا الله جميعا منها، وقد كان لها أثر كبير في حماية العاملين في المجال الطبي وأيضا حماية كافة الناس. كان علينا لزاما أن تنتج محليا في داخل المملكة العربية السعودية. بفضل الله سبحانه وتعالى تم إنتاجها في المملكة العربية السعودية بمساعدة مواد سابك، بمساعدة العاملين في سابك لإنتاج هذه المواد. إنتاج هذه المادة في المملكة العربية السعودية بلا شك أنها حتخلق مجال كبير جدا في عملية الصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية، في جلب الاستثمارات أيضا سواء المحلية أو الخارجية، وأيضا وجود هذه الكمامات المتطورة حتخلق مجال كبير جدا للاستثمار في المملكة، وأيضا حتكون عامل رئيسي في خدمة الإنسانية. في الحقيقة الواقع الذي خلقته جائحة كورونا في العالم أعاد تعريف الكثير من المفاهيم في الصناعة وفي أسلوب الحياة ككل، فمنح أهمية عالمية غير مسبوقة لتصنيع منتجات الرعاية الطبية والحماية الشخصية. ولقد لمسنا من خلال مبادرة مساند إمكانية توطين هذه المنتجات في ظل وجود مواد سابك المبتكرة والشراكات مع المصانع الوطنية. ونحن اليوم أمام أحد النتائج الإيجابية لهذا العمل المتكامل، والتي نعتبرها البداية فقط، ليس فقط لإمداد القطاع الصحي في المملكة باحتياجاته الأساسية وبشكل مستدام، ولكن كذلك لتكون المملكة مصدراً ومصدراً لأفضل منتجات ومواد الصناعة الطبية في العالم. نحن في ديماس نشكر سابك لتطويرها المواد الأولية التي تعتبر أساسية في صناعة كمامة N95. الدعم الحكومي أدى إلى تطوير القطاع لإنتاج المنتجات الطبية، وبفضل من الله عز وجل تم إنتاج من خلال هذا الدعم كمامة N95 في شركة ميس للمنتجات الطبية، وأيضا قامت بإنتاج مستلزمات أخرى غطت هذا الاحتياج. تفخر سابك بمساهمتها الفعالة ضمن خطط المملكة الناجحة لمواجهة الجائحة عبر تلبية الطلبات المتزايدة على معدات الحماية الشخصية الطبية، مما يبرز قدرتها العالية على تلبية احتياجات عملائها حول العالم في أصعب الظروف.